دلوقتي ميعاد نفسانة المنافسين على بعض، واحنا نرتاح شوية ونقعد بقى نحكم كده ونتجعس كده ونختار براحتنا. قعدنا التلات بنات مع بعض عشان نشوف ونحكم مين فيهم هتنفسن على مين أكتر، واديناهم خمس دقايق. النهاردة عايزة أتكلم معاكو حياتنا كانت عاملة زي قبل الموبايل وبعد الموبايل. هل الموبايل دلوقتي بقى عنصر أساسي في حياتنا؟ طبعا عنصر أساسي ومهم جدا في حياتنا. ليه؟ تأخرنا على معاد الوظيفة بتاعتنا والعمل بتاعنا، أو حصل ظروف مش هنحضر، نتصل نعتذر. واضح إن عندك ديلي طول الوقت. طب وانت يعني بتتأخري على الشغل وعندك مصيبة يعني؟ طب وليه يعني بقى ولا إيه؟ وبدأت البنات تنفسن على بعض. وانت شايفه الموبايل بالنسبه لك برضو مجرد مكالمات بس؟ لا خالص، فيسبوك مفيش ابلكيشنز، مفيش الحاجات التانية اللي كل الناس بتستخدمها. لا خالص، بالعكس انا يعني انا هبقى عكسك تماما في ده، لان انا شايفه ان الموبايل ده بعدنا عن بعض. مبدئيا انت بعيده عن اصحابك، بعيده عن اهلك، اصلا مفيش صله الرحم دي زي ما بيقولوا انك بتتقابلي. صح. لا بيبقى اخرك اللي عايزه تصرحه باي طريقه. لا استنوا بس، اللي عايزه تصرحه هيصل رحمه باي طريقه، محدش هيلحق يعلق عشان معاك. خليكي بس انت قاعده في المشيه، خليني اقول لك هي دي الفكره. الوقت بيمر. حياتك كانت عامله زي قبل الموبايل، كنت شايفه نفسك عايشه ازاي؟ مش قادره افتكر يعني كبير قوي يعني. لا انا كنت في اعدادي، ويعني وانا في اولى ثانوي كان خلاص كان معايا موبايل. اعدادي مين؟ معلش. لا طب استني بقى يا نسرين، انت شفتي الموبايل امتى؟ اول موبايل كان عندي كنت في ثانويه عامه، كان موبايل بابايا الله يرحمه، اخذته بعد ما اتوفى. طب ما انا قلت برده في ثانويه عامه ولا ثانوي يعني ايه؟ هو انا اكبر منك؟ طيب تمام. مش عارفه، اتخضت قوي ويعني حسسني ان انا يعني قلت حاجه مش حقيقيه، بس ده فعلا حقيقي. انا لوحدي فجيت سالتها بعد كده، انا برضو معايا من ثانويه عامه. طب ما انا قلت من ثانويه عامه يعني. ما انا ممكن اقول لك عندي 10 سنين. ما كانش حد بيتاخر على حد؟ لا بصراحه لا، انا نادر. شايفه انه كان نادر. طب لو حصل لك بقى مشكله وانت في الطريق وعايزه تعتذري او تقولي استنجدي بحد انا حصل لي مشكله الفلانيه، كنت هتعملي ايه؟ ده بقى هنعرف اجابته بعدين. كلنا بعض. لا عايزه اقول لك احنا اتكلمنا مع بعض، كل واحد قال يعني من وجهه نظره الموضوع، من وجهه نظره في شويه نفسانه كده عند ناس يعني مش عندك خالص. مش عندك خالص. لا ما هو لما تبقي بتفتي ساعات يعني لازم تقولي لي من الموبايل وانت صغيره ليه مولوده بيه. طب ما انت برضو قلتي لي ان انت واخده ماسكه الموبايل من انت في ثانويه عامه، وانا قلت من وانا في ثانويه عامه، ايه الفرق يا جماعه؟ حصل خير. لا والله كان تمام جدا بجد، واحنا بعيد عن اي حاجه. احنا نطلع اتبسطنا مع بعض.